النهاردة بإذن الله هنبدأ أول فيديو من فيديوهات الرينال نيو سيستم. طبعا الفيديو النهاردة هو مقدمة، بس قبل ما أقول الانترودكشن أنا عايز أعرفك النقاط الرئيسية اللي أنا هتكلم عليها في هذا الفيديو. أنا في البداية هكلمك عن فكرة بسيطة عن الكيدني كأناتومي، طبعا مش زي دكتور الأناتومي، ولكن فكرة مبدئية هي موجودة فين؟ ده مهم قوي. الشكل العام للكيدني مع اليوريتر واليورينري بلادر. هنتكلم لو احنا خدنا سكشن في الكيدني يا ترى الشكل الداخلي بيتكون من ايه؟ والشكل الداخلي ده هيبقى عنوان الفيديو التاني في الرينال في بلاي ليست القناة ان شاء الله. هنتكلم عن functions of kidney والوظائف، وظائف كثيرة ومختلفة طبعا مع الرسم بحيث نتخيل الفانكشنز دي. وهنقول clinical application، ايه اهمية ان انا بقول لك الفانكشنز اوف الكيدني؟ هتبقى دكتور كلى شاطر او دكتور بطن شاطر ازاي على اساس معلومات الفسيولوجي اللي هنقولها النهاردة. هتكلم كمان عن الفشل الكلوي بفكرة بسيطة، رينال فيلير طبعا لو فشل حاد اكيوت او فشل مزمن كرونيك. طبعا دي المقدمة اللي انا حبيت اسردها قبل الشرح ان شاء الله. هنيجي مع بعض في البداية، دي البداية بتاعتنا، ده الكيدني اهم، دول التو كيدنز. طبعا الكيدني بتبقى متصلة بحاجة اسمها يوريتر. اليوريتر هو الحالب، واليوريتر ده بيصب في اليورينري بلادر زي ما احنا شايفين، واليورينري بلادر بعد كده بتجمع اليورين في اليوريثرا، وهو ده المخرج بتاعنا. طيب دي البداية، عايزك تعرف ان الكيدني كأناتومي بسيط هما two organs كلا يمين وكلا شمال outside the peritoneal cavity، موجودة في ال posterior abdominal wall، يعني موجودة من ورا، on each side of the vertebral column، على جانبي ال vertebral column. خلي بالك ان في الادلت وزن الكلية الواحدة 150 جرام. الكيدني دي تبقى surrounded بفايبرس كبسول علشان يقلل الديستنشن او اتساعها. وعايز اقول معلومة مهمة قوي، ادي كيدني اهو، ده اليوريتر وده اليورينري بلادر وده اليوريثرا. خلي بالك دي بقى الفانكشنز بتاعتنا، كيدني بتجمع يورين، يوريتر بينقله لليورينري بلادر، ويوريثرا بتجمع اليورين للخارج. هو ده اللي انا قصدي عليه، الشكل الداخلي للكلية. خلي بالك ان الشكل ده انا هاجي اذكره في الفيديو التاني. الكيدني بيبقى لها قشرة وليها قلب او جزء داخلي. هنتعود ان كلمة قشرة اسمها كورتكس، قلنا الكلام ده قبل كده في السنترال نيرفس سيستم. دايما قشرة هي الاوتر، ده الكورتكس، والجزء الداخلي هو المضلة. يا دكتور احنا ملاحظين حاجة، ان المضلة في الرسمة جزء خارجي وجزء داخلي، يعني حتى الجزء الداخلي هقسمه الى جزئين، اوتر وانر. طبعا الكلام ده مهم. خلي بالك ان القشرة بتبقى غامقة وجرانيولر، اما المضلة هنيجي نقول انها بيل بهتة وسترايتد. الفرق بين الكورتكس والمضلة هنذكره بالتفاصيل، بس لغاية ما نذكر ده عايزين نعرف معلومة مهمة. الكيدني فيها 1,300,000 نفرون. كلمة نفرون هي الوحدة الوظيفية للكلية.
الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني. يعني اقول لك ايه، الكليه الواحده، شوف تخيل ملايين النفرونز. طب يا دكتور هو النفرون ده يتكون من ايه؟ يتكون من جلوميرولاي وبومنز كبسول وانابيب بروكسيمال وديستال وما بينهما لوب اوف هينل وديستال توبيول كولكتنج دكت. طبعا الكلام ده بتفاصيله برسمته هنقوله الفيديو الجاي. طيب بس ايه الاهميه انك تذكرها لي مع كورتكس ومضله؟ هنعرف ان هناك فروق في شكل النفرون لو موجوده في الكورتكس او لو موجوده في المضله. هنعمل جدول مقارنه بين الاثنين. وهاجي اقول لك ان الكلى فيها مثلثات اشكال هرميه اسمها بيراميد، وهتعرف معايا ان الاشكال دي هتقسم الكلى الى فصوص لوبز، وكل فص متقسم الى لوبيول صغيره، يعني فص اصغر واصغر. فكل الكلام ده طبعا هنشرحه بالتفاصيل. طب سؤال مهم، هو ليه ربنا عمل قشره وعمل جزء داخلي؟ لان الكليه ليها وظائف متعدده. الكورتكس النفرونز او التركيبات اللي موجوده فيها متخصصه في الفلتريشن. الكلى بتشتغل زي المصفى بالظبط، المصفى اللي عندنا في البيت اللي ليها فتحات صغيره. الفلتر معناه هو السائل او العصير اللي خارج من فتحات المصفى وانت بتجمعه في كوبايه، هو ده الفلتر بتاعي. اما المضله اللي جوه، قالت انا متخصصه ان انا اظبط تركيز الاملاح اوزمولاريتي. وتعالى افكرك بالكلام ده من الانترودكشن في سنه اولى. يعني ايه اوزمولاريتي؟ نمبر اوف اوزمول او عدد المواد القادره على سحب الميه، تركيزها كام في اللتر. حتى عرفتك لاريتي فيها ار يبقى بير ليتر، لا لي تي يبقى بير كيلوغرام. طبعا احنا المصطلح المستخدم اكتر هو اوزمولاريتي. طب دكتور هو ليه مهم ان انا احافظ على تركيز الاملاح؟ هقول لك دي داخله من ضمن وظائف الكدني اللي انا هشرحها دلوقتي. الاملاح او الصوديوم يقدر يعدي في الفلتر بسهوله. هنعرف مع بعض في الفيديو التالت ان شاء الله جلوميرولر فلتريشن ريت، ازاي الكدني بتشتغل كمصفى، ان في شروط ان الماده تعدي في الفلتر. لو ايون ده الموليكولر ويت بتاعه صغير، ده مهم جدا. كمان الصوديوم ده شايل بوزيتيف تشارج، مفيش مشكله، لان هنعرف ان الكليه الممبرين اللي بيصفي او الفلترنج ممبرين بيبقى عليه طبقه نيجاتيف، ده مهم قوي. فاي حاجه نيجاتيف بيحصل تنافر فما تعديش بسهوله. اما الصوديوم يعدي. طب يا دكتور ما الصوديوم عدى اهو، انا ممكن افقده وينزل في اليورين. ما تقلقش، في كل جزء من اجزاء الكدني احنا بنعرف ازاي نرجعك للدم مرة تانية. طبعا ما عدا في اجزاء معينة بس بتمشي مفيش مشكلة. طيب المعلومة المهمة ان الصوديوم ده اللي هينزل منه في اليورين رقم هتستغرب له جدا، اقل من 1%. يعني لو الصوديوم كله عدى 100%، 99 او اكتر في المية من الصوديوم يتم إعادة امتصاصه. ودي داخلة من ضمن أهمية وظائف الكدني. طيب نيجي بقى نعمل هذا الشكل دياجراماتيك، بيعبر عن وظائف عامة للكدني قبل ما نشرحها دلوقتي. الكدني اهي دورها الأساسي اهو اكسكريشن. الكلى بالظبط عاملة زي الليفر في نقطة ايه؟ فاكر لما قلت لك ان الليفر مطبخ الجسم،
ادخل فيه مواد خام بحيث اصنع حاجه واتخلص من اللي انا مش عاوزه. الكدني قالت له وانا كمان كده، انا اكسكريتوري فانكشن. قلنا لها طيب قبل ما نقول وظيفتك كاكسكريشن، احنا عايزين نسالك سؤال، وانت يا كدني بيوصل لك كام في الميه من الكاردياك اوت بوت؟ قالت انا بيوصل لي ربع الكاردياك اوت بوت، تقريبا الربع. يعني لو الكاردياك اوت بوت تقريبا 5 أو 5.5 لتر، يبقى الكدني وصل لها 1200 ملي دم. طب ليه الرقم ده انت قلته لنا؟ ما هو انا علشان يكون عندي قدرة على الاخراج لازم تسألني الاول انا وصل لي بلد فوليوم قد ايه. دايما الكدني بتعتمد على حجم الدم اللي وصل له. عشان كده لو الكدني في حالة اسكيميا او الدم اللي وصل لها قليل، قدرتها على الاكسكريشن هتقل تماما. ده نقطة في غاية الأهمية. طيب كده عرفنا الموضوع ده. طب أقول لك على رقم هتعرفه معايا في الفيديو الثالث في القناة. الكدني بيوصل لها 3 لتر بلازما. التلاتة لتر بلازما دول لازم يتصفوا كام مرة في اليوم؟ لو فكرت فيها تقول لي ايه ده معرفش، مرتين تلاتة ولا ايه معرفش، هقول لك لا، الكدني بتصفي التلاتة لتر 60 مرة في اليوم. يعني لو ضربت 3 لتر × 60 توصل لك 180 لتر هيتفلتروا كل يوم. تخيل 180 لتر، كأنهم 180 هما 3 عمالين يتكرروا 60 مرة، 180 لتر مجانا. هنا التنظيف من غير فلوس، ده غير لو عندك رينال فيلير هتدخل على مكان الغسيل وكل جلسة بفلوس كتير قوي. يبقى ده الفكرة المبدئية. طب السؤال بقى، أنا كإكسكريتوري أتخلص من إيه؟ أتخلص من الويست برودكتس. عايز أقول لك معلومة مبدئية، من هم الويست برودكتس اللي أنت تعرفهم وعايز تتخلص منهم؟ هتقول لي كربون دايوكسيد. بس السؤال بقى، هل الكدني بتتعامل مع السي او 2 يعني تعمل له اكسكريشن؟ لا، السي او 2 اللي يتخلص منه اللانجز الرئتين. خلي بالك ان السي او 2 ده سوليبل في الميه، يعمل لي كربونيك اسيد، والكربونيك اتش 2 سي او 3 يتفكك لهيدروجين و HCO3، وده في غاية الأهمية. خلي بالك الـ HCO3 ده بقدر، أو الهيدروجين بتخلص منه. قالوا لنا معلومة مهمة قوي دكاترة البايو، إن أي فولاتايل أسيد، أحماض متطايرة، اللي يتخلص منها اللنج. طب لو كان الأسيد ده نون فولاتايل، غير متطاير، مين اللي يتخلص منه؟ اللي يتخلص منه الكدني. يعني الكدني قادرة على التخلص من سلفوريك أسيد مثلا، فوسفوريك أسيد، تتعامل مع الحاجات دي، ولكن ما تعرفش تتعامل مع الكربونيك أسيد، ما تعرفش. علشان كده في نهاية فيديوهات الرينال حاجة أقولك، لو اللنج فشلت في ده هيزداد الأسيد في الدم، يبقى أسي دوزس. العيب في الرئة يبقى ريسبيراتوري أسي دوزس. دايما لما نيجي نحط مسمى لازم نحطه حسب العلاقة. يعني ليه قلت ريسبيراتوري؟ العيب في اللنج. طيب لو الكدني ما قدرتش تتصرف في السلفوريك أو فوسفوريك أسيد، هنقول رينال أسي دوزس، أو هقول مصطلح تاني هنقوله فيما بعد. يبقى دي البداية. طب هل الكدني مالهاش علاقة بالسي او 2؟ طب اخبار اليوريا، ايه اليوريا دي؟ الكدني قالت ان اي بروتين لما يتكسر في نهايته يبقى ليه يوريا كومباوند. اليوريا ده احنا عايزين نتخلص منه.
لكن اليوريا عايز أقولك أقل سمية وخطورة من الأمونيا. الأمونيا يتحول إلى يوريا ثم نتخلص من اليوريا. خلي بالك الأمونيا دي poisonous to cells، دي بتسمم الخلايا، دي في منتهى الخطورة. واللي بيحول الأمونيا إلى يوريا هو الليفر. تخيل لو ما قدرناش نحولها، الأمونيا هتعدي البلاد برين بارير وتروح للمخ وتعمل لي غيبوبة هيباتيك انكيفالوباسي، غيبوبة كبد، من أشهر أنواع الغيبوبة. طيب السؤال المهم، هو الأمونيا دي دايما ضارة؟ دكاترة البايو يقول لك أمونيا ضارة طول الوقت. إحنا كدكاترة فيسيولوجي نقول لك الأمونيا ليها أهمية، بتشتغل الأمونيا كبفر، كمنظم للبي اتش. البي اتش اللي هو potential of hydrogen ion، قوة أيون الهيدروجين. الهيدروجين أيون لو زاد معناه أن الأسيد زاد، أسيدوزس زيادة الحمض، لا ده خطر، إحنا لازم نقلل من خطورته. هتعرف معايا أهمية الأمونيا إن شاء الله في الأسيد بيز بالانس. طيب هل أنا بتخلص من الأمونيا واليوريا وخلاص؟ ده أنا عندي كمان يوريك أسيد، واحد من الاند برودكت، من نهايات النيوكليك أسيد ميتابوليزم. بس قبل ما أقول لك يوريك أسيد وأكمل، أنا عايز أعرفك معلومة مهمة جدا. اليوريا تساهم بشكل مهم في الحفاظ على الأوزمولاريتي، يعني بتساعد الصوديوم إنها تشد المية من الكوليكتينج داكت. الكلام ده هنعرفه إن شاء الله في الفيديو السابع هنا في القناة. طيب كمان عندي مادة تانية عايز أتخلص منها، كرياتينين، ده الاند برودكت اوف ماسل ميتابوليزم. دايما ربنا بيعمل حاجة اسمها اند برودكت. الماسل ليها ميتابوليك رياكشنز، نهاية التفاعلات تكون كرياتينين، وهذا يجب التخلص منه. خلي بالك كلام ده في منتهى الأهمية. الكرياتينين هيكون ليه أهمية في أحد قياسات وظائف الكلى فيما بعد. كده أنا فهمت excretory function، ده كمان بيتخلص من الدراجز. ما هو أي دراج بيتكسر في الليفر يروح للكيدني، الكيدني تتخلص منه وتنزله في اليورين. يبقى دي البداية excretory function وقلناها مع بعض. طيب أنا عندي function مهمة، control of solutes and fluids. خلي بالك من الفكرة، الكنترول يعتمد أساسا على الهوميوستيزس. خلي بالك هوميوستيزس، ودي أنا عايزك تكون فهمها معناها إيه. هوم يعني بيت، وستيزس ثبات واستقرار. فاكر في فيديوهات الانترودكشن أنا قلت maintenance of internal environment constant، عايز أحافظ على البيئة الداخلية لجسمك ثابتة. والمقصود بالبيئة الداخلية دي extra cellular fluid، دايما بتكلم على extra cellular fluid. طب سؤال، نفترض ان الفوليوم زاد عندي، يعني ايه الفوليوم زاد؟ الفوليوم بتاع الاكسترا سيلولار زاد، هل الكيدني مطالبة انها تعمل ري ابزوربشن، اعادة امتصاص؟ يعني الحاجة دي اكتر من 3 لتر بلازم وصلت الى الكيدني، الكيدني مفروض ترجع الزيادة للدم تاني. هتقولي طيب وليه ما ترجعوش؟ انه لو رجعته هيزيد الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، فيزيد الفينس ريتيرن اللي راجع للهارت زي ما قلنا السنة اللي فاتت، فيزيد الاند دايستوليك فوليوم، يزيد ستروك فوليوم،
يزيد كاردياك اوتبوت فيزيد ضغط الدم. هل احنا عاوزين ده؟ تقول لي لا، يبقى لازم الكدني تتخلص من هذه الزيادة. ده في غاية الأهمية، لازم نبقى عارفين. طب العكس، لو كان الفوليوم قليل، لا احنا عايزين نحافظ عليه. دايما في فكرة الفوليوم تكون فاهم، لو حصل ديستربنس، طب نقول مثلا اكسترا سيلولار فلويد غني بالصوديوم ايون، لو انا اتخلصت من الصوديوم ايون يبقى الاوزمولاريتي هتنهار، والصوديوم لما ينزل بزياده الملح في اليورين هيشد وراه ميه زياده، يبقى انت ما حافظتش على الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم ثابت. طب الاوزمولاريتي بقى، عايز افكرك برقم قلناه في فيديو البلد. لما جينا قلنا اوزمولاريتي بتاعت البلازما كام؟ تلي 290 ملي اوزمول بير ليتر، حتى ذكرتها في فيديو الانترودكشن في سنة اولى، قلت لك ان في معادلة لقياس الاوزمولاريتي. المعادلة دي بتعتمد على السابستنس القادرة انها تسحب وراها مية. سابستنس زي صوديوم طبعا الاساس، وجلوكوز، وبلد يوريا نيتروجين. ووقتها انا قلت لك اني لما نعمل المعادله الكامله هنطلع رقم، انا يهمني الرقم ما يهمنيش المعادله جت منين. الرقم اللي هو 300 ملي اوزمول بير ليتر سيحدث او يطرا عليه تغيرات في انابيب الكليه، وهذه التغيرات هتساعدنا في فهم موضوع قادم، ازاي الكلى عندها القدرة العظيمة انها تركز او تخفف اليورين، مبني على ان انا اغير في الاوزمولاريتي. خلي بالك كلام ده في غاية الاهمية، يعني حاجة اقولك الاوزمولاريتي ما اتغيرتش فين، قلت امتى، زادت فين، وفي كل مكان هيساعدني في فهم ميكانيزم مهم جدا. طيب ده بالنسبة للأوزمولاريتي. طيب قبل ما نيجي نقول للبي اتش، هتقول لي يعني 300 ملي أوزمول هيزيدوا يا دكتور؟ هيزيدوا. طب ممكن يوصلوا لكام؟ ل 1200 أو 1400. تقول لي إيه ده؟ أوزمولاريتي زادت، ملح زاد، أفهم من كده إنك بتسحب مية وتسيب ملح. قلت له آه، هايبر تونيك سوليوشن. الكلام ده مهم قوي وهنقوله في الفيديو السابع. طيب نيجي للبي اتش. البي اتش لازم يبقى ثابت 7.4، لو اقل من كده اسيدوزس، الاسيد زاد. لو زاد البي اتش القلوي زاد، الكالي يبقى الكالوزس. الكدني مسؤوله عن تنظيم اسيد بيز بالانس، هذا التوازن ده ليه فيديوهات لوحده. هنعرف ازاي الكيدني عندها القدرة على امتصاص الصوديوم باي كاربونيت، بمعنى اهم بفر هو ان ايه؟ HCO3. البفر معناه ايه؟ بشكل بسيط افكرك، من زمان خدناه في المدرسة، لو عندك اسيد قوي لازم تمسكه في بيز، عشان او ويك بيز قاعدة ضعيفة احوله الى حمض ضعيف، وده اللي احنا هنعمله باستمرار. فلما سألنا الكلية قلنا لها وانت هتعملي كده ازاي؟ قالت انا البلازما فيها NaHCO3 هينزل عندي في الفلتر، وبما ان هو مهم هرجعه بنسبة 100%، انا لازم احافظ عليه. قلنا لها طيب ولو فرضنا اللي نازل عندك يا كدني مش صوديوم باي كربونيت، قالت ما تقلقش انا لو نازل اي حاجة فيها صوديوم هتعرفوا بعدين ازاي اقدر اصنع منها صوديوم باي كربونيت. يعني انا دوري الاساسي اعادة امتصاص الصوديوم باي كربونيت للدم، لان الصوديوم باي كربونيت ده بفر مهم جدا. تعال افكرك بايام فيديوهات البلد
عشان نعمل انتجريشن ولودينج سليم. قلت لك ان اللاكتيك اسيد بيزيد في الدم نتيجة الان ايروبيك ميتابوليزم. اللاكتيك اسيد ده سترونج اسيد، ما ينفعش اسيبه. دور الكيدني ايه بقى في الريجوليشن وفي اسيد بيز؟ هتمسكه في صوديوم باي كربونات. كيدني قالت هرجع لكم للدم ان اي اتش سي او 3، فالان اي يمسك في اللاكتيك يبقى صوديوم لاكتيت، والاسيد اللي هو رمزه هيدروجين اين يمسك في الاتش سي او 3 يبقى كربونيك اسيد. ايه ده؟ كربونيك اسيد ده حمض ضعيف، قدرت احول اللاكتيك القوي الى حمض ضعيف، يبقى اذا انا ليا دور في تنظيم الاسيد بيز. معلومه مهمه ان البي اتش احنا اتفقنا 7.4، ولكن في انابيب الكليه سيتغير. هنعرف امتى البي اتش؟ يبقى 6.7. ايه ده 6.7 يا دكتور؟ معناها ان الاسيد زاد قوي. ما هو في هيدروجين اين واحماض نازله في الكيدني، وهتعرفه بعدين معايا رقم مهم قوي، امتى الكيدني تتوقف عن الفلتريشن؟ امتى؟ لو البي اتش قل عن كام؟ طبعا الرقم ده هيبقى في نهايه فيديوهات الكيدني. انا المقدمه لازم تفهم احنا بنتكلم على ايه. طب النقطه الرابعه، ريتنشن اوف سبستانس اسينشال فور بودي، بمعنى الكيدني بتحافظ على مواد معينه لازم 100% ترجعها. هتقول لي ايه ده؟ صوديوم؟ اقول لك لا، ده الصوديوم فيه 1% او اقل شويه هينزل. ميه؟ اقول لك لا، ده فيه 0.5% تقريبا هنفقده في اليورين. طب ايه؟ جلوكوز لازم 100% يرجع للدم تاني، يبقى ري ابزوربت لازم يرجع، لان ده مهم as a source of energy من اجل مصلحه البرين. ده في غايه الخطوره نكون عارفين هذا الكلام. طيب وكمان امينو اسيدز، ده الامينو اسيدز دي هي الماده الخام لتكوين البلازما بروتينز اللي المفروض ان الليفر يصنعها، وزي الالبيومين اللي بيحافظ على الاوزموتيك بريشر، يعني بيحافظ على الري ابزوربشن، يعني ليه علاقة بالإكسترا سيليولار فلويد فوليوم. بص على عظمة ربنا، إزاي النقاط المختلفة اللي أنا كاتبها في السلايد ليه علاقة ببعض. يعني أنت بتحافظ ليه؟ على الأمينو أسيد أكون بلازما بروتين زي ألبيوم. ليه؟ قوة امتصاص. برضو ليه؟ أحافظ على الإكسترا سيليولار فلويد فوليوم ثابت، يبقى انت بتتكلم عن هوميوستيزس. طبعا في الفيديوهات القادمة هاجي اقول لك الامينو اسيد او الجلوكوز تم اعادة امتصاصهم من انهي مكان في الكيدني، ده مهم جدا. نيجي للوظيفة التالتة، اندوكراين فانكشنز. الكيدني ممكن تشتغل كأنها غدة، لان اي غدة بتفرز هرمونز. هبتدي بالعنوان الاول، secretion of renin. وقف معاك شوية، كل اللي درس cardiovascular system واتفرج على فيديو هنا في القناة، انا قلت لو الرينال او الكيدني اتحرم من الدم اسكيميا، وصل لها دم قليل، الكيدني بتفرز انزيم اسمه رينين. حتى وقتها قلت لك ان الاي ان معناها بروتين، ورن ده اول حروف من كلمة رينال، يعني البروتين اللي طالع من الرينال. طب ما الانزيم ما هو الا بروتين؟ هنعرف ان شاء الله في الفيديو التاني في القناة ان الرينين طالع من مكان اسمه جاكستا جلوميرولار اباريتس. طبعا هذا المكان هتتخيله معايا مع الرسم، جلوميريولايدي عبارة عن ايه؟ طب وجاكستا معناها ايه؟ معناها جنبها. طب هنتخيل الكلام. طيب اللي انا عايز اقوله، انا دلوقتي ضغط دمي قل، ده الاستيمولس، معناها
ان البلد فلو اللي جاي من الاورطة الى الرينال ارتري هيقل. ما هو الرينال ارتري الشريان الكلوي اللي بيغذي الكلى. معنى كده ان الكيدني قدرتها على الفلتريشن، ودي احد المهام الرئيسية التصفية، هتقل. فالكيدني قالت لا، انا مينفعش ما اعملش فلتريشن، لازم اقاوم. هتعمل ايه يا كيدني؟ قالت انا هطلع انزيم اسمه رينين. وكلنا عارفين ان الانزيم في البايو بيشتغل على سبستريت، والسبستريت هو المادة الخام. دايما كده، وتعالى افكرك بالكلام اللي احنا قلناه زمان. ادي الرينين عندي اهو، يروح للليفر يقول له يا ليفر طلع لي المادة الخام اللي انا هشتغل عليها، والمادة الخام اسمها انجيو تنسينوجين. واتفقنا قبل كده اي حاجة اخرها جن تبقى نوت اكتف. قال لك انا هشتغل على الانجيو تنسينوجين، احوله لانجيو تنسين 1. والانجيو تنسين 1 احنا عايزين ننشطه لانجيو تنسين 2، يبقى عن طريق كونفرتنج انزيم، والكونفرتنج او المحول بيتصنع من الاندوثيليوم اوف بالمونري كابيلاريز. ايه ده يا دكتور؟ احنا عندنا كذا اورجان اشتغل مع بعض، الكيدني طلعت الانزيم، والسبستريت جاي من الليفر، واللنج صنعت لي الكونفرتنج انزيم الذي يتحول الى انجيو تنسين 2. تعال افكرك باللي قلته زمان في فيديو كارديو فاسكولر. انجيو معناها فيسل، وتنسن معناها تنشن، يعني المادة دي هتعمل تنشن او هتضيق على الفيسل، يعني هتعلي ضغط الدم. يبقى ده الريسبونس، الضغط كان قليل فاحنا عليناه. الانجوتنسين 2 ما اشتغلش فقط على فيسل، قالك لا، انت عايز تعلي الضغط؟ قلنا له ايوه. قال لازم اشتغل على صوديوم وميه، بس بطريقتين مختلفتين. يعني ايه؟ يعني الانتي دايوريتيك هرمون ضد نزول الميه الزياده في اليورين، بيحافظ على الميه. انا لازم اشغل انتي دايوريتيك هرمون. طب هو ده طالع منين؟ من البوستيريور بيتيوتري، الغده النخاميه اللي قلناها قبل كده. طيب واشتغل كمان على الالدوستيرون، والالدوستيرون ده متخصص صوديوم ري ابزوربشن. يعني اذا انت شغلت اتنين هرمونز، واحد متخصص حفاظ على ميه اي دي اتش، والتاني متخصص حفاظ على ملح بس الدوستيرون. طب انا لو احافظ على الملح، ما هو الملح هيسحب وراه ميه، طب ما الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم هيزيد، وفي النهايه الضغط هيزيد. دي كلها اساسيات. طيب بعد ما فهمت هذه الاساسيات، انا عايز اتكلم دلوقتي على كلينيكال ابليكيشن في جزئيه الرينين. خلي بالك في جزئيه الرينين احنا اتكلمنا اهو انجوتنسن 1 اتحول الى 2. نفترض ان انا مريض بالضغط، انا عندي هايبرتنشن، هل ينفع تنشط لي انجوتنسن كونفرتنج انزيم؟ تقولي لا، ما انا لو نشطته انجوتنسن 2 يشتغل فيضيق الفيسل اكتر، فضغطك يعلى. عشان كده بص بقى، حطينا سهم على الاي سي اي وعملنا كروس، ممنوع ان انا اكون انجوتنسن كونفرتنج انزيم. بالانجوتنسن كونفرتنج انزيم انهيبيتور كابتوبريل، احد الادويه المشهوره، الكابتوبريل ده هيمنع تحويل الانجوتنسن 1 الى 2، وبالتالي يقلل ضغط الدم. ده مهم جدا ان احنا نكون عارفين. في معلومه مهمه قوي، الانجوتنسن كونفرتنج انزيم في الواقع بيحول البرادي كاينين اللي المفروض انه يوسع الفيسل الى ماده ان اكتف، السهم ده. فطالب قال لي يعني ايه؟
قلت له البراديكاينين ده بيقلل ضغطك ده في العادي. فالانجوتنسين كونفرتنج قال له انا مش هخليك تشتغل. ربنا دايما بيعمل حاجه عظيمه للي بيتامل فيها. بيعمل ربنا بيعمل الحاجه ويمنع اللي يعمل عكسها. بمعنى انا عايز الضغط يعلى احول ال1 ل2 بانجوتنسين كونفرتنج انزيم. ربنا قال لنا مش بس كده، ده كمان الانجوتنسين كونفرتنج هيمنع انه البراديكاينين يشتغل، فمنع اللي بيقلل ضغط الدم، وفي نفس الوقت شجع اللي بيزود ضغط الدم، فالضغط زاد. لما ندي انجوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور اي سي اي انهيبيتور يمنع الاي سي اي، فيقول له انا منعت الانجوتنسين 2 اللي بتعلي الضغط، وفي نفس الوقت انا منعت تحويل البراديكاينين الى ان اكتف ميتابولايت، فالضغط هيقل. دي معلومة مهمة جدا. في معلومة تانية ان الانجوتنسين 2 بيشتغل على 2 ريسبتورز اهم، انجوتنسين 1 او انجوتنسين 2، وال1 ده هو اللي بيصنع او بيشغل الالدوستيرو. طيب فيجي بقى دواء يمنع شغل الانجوتنسين ريسبتور. الدواء ده اسمه لورزاتان. لورزاتان، ولو تلاحظ على السهم عملنا كروس منع الهايبر تنشن والفازو كونستريكشن. ما هو طبعا لما تمنع الفازو كونستريكشن هتمنع ان الضغط يزيد. طب هل اللورزاتان له اهميه؟ هنشرحها في الفيديوهات القادمه. قبل ما انقل على موضوع الرنين لاهميه اندوكراين اخرى، انا عايز انبهك لحاجه. الرنين بيشتغل سيستميك، وده شرحناها في السي في اس، ويشتغل لوكال. يعني هنتكلم الفيديو الجاي ازاي الرنين يساعد انه يضيق ارتريول معين جوه الكدني. هنا بقى لوكال مش جنرال اكشن زي ما كنا بنعرف قبل كده. طبعا الرسمه دي تاكيد للاي سي اي وبيحول ايه لايه، وطبعا قلناها. نيجي بقى للفايده الثانيه للكدني. الفايده الثانيه للكدني اخدناها مع فيديوهات البلد. فاكر الهايبوكسيا؟ لما الاكسجين بريشر في الهاي التيتيود بيقل، قلتلك لو طلعت فوق قمه جبل ضغط الاكسجين فوق قليل، انت بتضطر انك تنهج، هايبر فنتيليشن، مش متعود على الاكسجين القليل ده. طيب انا لما باجي انهج، احنا عرفنا الميكانيزم بتاعها ايه، بالبريفرال كيمو ريسبتور، شرحناها مع الريسبيريشن من قبل. طب انا بنهج دلوقتي فانا عايز اخد اكسجين كتير، طيب مين ينقله؟ عايز عدد ريد سيلز زياده تنقل الاكسجين الكتير اللي انا اخدته. طب مين اللي يزود الريد سيلز؟ الكدني. بتصنع اريثرو بويتين، وتعالى افكرك بتتابع الاحداث. اكسجين بريشر قل، ستيميوليت الكدني، شغلها الكدني، طلعت اريثرو بويتين. ودرسناها السنه اللي فاتت ان الاريثرو بويتين بيسرع جميع مراحل تكوين الريد بلاد سيل، بدايه من البلوري بوتنت ستيم سيل ان ذا بون مارو، علشان تمشي في خط انتاج ماتيور اريثرو سايتس، ويجي بعد كده الاريثرو بويتين يزود هذا العدد، وبالتالي يزود الاكسجين بريشر. في معلومه مهمه عايز افكرك بيها، الكدني بتصنع الاريثرو بويتين بنسبه 85 الى 90%، الليفر 10 الى 15%. علشان كده اللي يبوظ عنده الكلى فشل كلوي يجيله انيميا، وسميناها زمان انيميا اوف رينال فيلير، المصنع الرئيسي ما بقاش شغال. طيب نيجي بقى لفايدة اندوكراين تالتة. احنا قلنا رينين، والتانية اريثروبويتين،
التالتة فيتامين دي. تعال أفكرك بحاجة مهمة جدا. فيتامين دي اللي أنا شرحته في الإندوكراين قلنا كوليكالسيفيرول. طبعا الكوليكالسيفيرول ده بيبقى inactive فيتامين دي. طبعا هو البداية بيبتدي بالسان لايت راديشن. السان لايت راديشن ده أشعة الشمس اللي بتتعرض للسكين. قلنا خطوات دي في الإندوكراين. اللي يهمني في الكيدني أركز على حاجة، الليفر وصل له كولي كالسيفيرول اللي هو 25 هيدروكسي كولي كالسيفيرول. على فكرة دي الصورة الغير نشطة للفيتامين دي. الصورة النشطة للفيتامين دي مش ده، هو 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. عشان كده كولي كالسيفيرول الغير نشط بص يروح من الليفر الى الكيدني. الكيدني ده هي اللي تتولى، تقول له انا اللي هحط لك الاو اتش في البوزيشن 1، انا اللي هكمل نشاطك. هتقول لي طيب حلو، فين بقى الاندوكراين في القصه؟ بارا ثايرويد هرمون، فاكرينه بي تي اتش، يشتغل على البروكسيمال توبيول اول انابيب الكليه ويصنع 1 الفا هيدروكسيليز انزيم، يعني هيضيف الاو اتش في البوزيشن 1، وانا كده كده جاي لي او اتش في البوزيشن 25، فبقينا 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. متخيل معايا الحكاية؟ يعني اذا الباراثايرويد هرمون هو الاب اللي كون ابنه فيتامين دي 3. يعني اللي انت عمال تتكلم عليه ده فيتامين دي 3، الاسم العلمي بتاعه 125 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول. كلنا عارفين ان الفيتامين دي من الاندوكراين بيحافظ على الكالسيوم، يعني دايما يعمل كالسيوم وفوسفيت ابزوربشن، دايما كده كالسيوم يزيد، يزود الكالسيوم ويزود الفوسفيت عادة. ده عكس البارا ثايرويد هرمون الاب، ما عندوش الحكاية دي. عشان كده لو انت عندك رينال فيلير شيء طبيعي، بروكسيمال توبيول مش شغالة، بارا ثايرويد هرمون مش هيقدر يشتغل عليها، وبالتالي ما نشطناش الفيتامين دي والكالسيوم ما زادش قل، فيحصل هشاشة عظام اوستيو ماليشيا. فاكر الكلمة دي؟ قلناها في الاندوكراين. اوستيو معناها بون، ومال معناها سيء، زي مالاد بالفرنساوي سيء، فما يشتغلش. اهي اكتيفيشن اوف فيتامين دي. في نقطة رابعة كمان، هو فورميشن اوف سم بروستاجلاندنز. هتعرف معايا ان شاء الله الفيديوهات القادمة ان البروستاجلاندنز بتتصنع من سيلز محددة في الكيدني. بروستاجلاندنز انواع، عندك بروستاجلاندين اي وعندك بروستاجلاندين اي. الاي هو البروستا سايكلين اللي بيعمل فازو دايلاتيشن. يبقى انا عندي جلاندين وعندي سايكلين وعندي ثرومبوكسين اي 2، فاكر اللي قلنا بيساعد على البليتليت اجريجيشن في فيديوهات البلد. هتعرف ان البروستاجلاندينز دي ليها دور هام في تنظيم الرينال بلاد فلو، طبعا تنظيم الضغط احنا قلناه. فايده كمان للكيدني، خلي بالك احنا قلنا اكسكريتوري بالتفاصيل، هوميوستيزس كمان، كلمنا عن ريجوليشن لاوف السوليوتس والاندوكراين، ثلاث حاجات مهمه رينين وإريثروبيوتين وفيتامين دي 3 وسام بروستاجلاندز. الكيدني بتساهم في الجلوكونيوجينيسيس، تصنيع جلوكوز ك50% اثناء الفاستنج وانت صايم. خلي بالك ان الكيدني قادره تصنع الجلوكوز من لاكتيت جليسرول جلوتامين. الكيدني بتصنع جلوتامين
عندها جلوتامين، وجلوتامين ده هو اللي هيخليها تكون أمونيا. هنقول الكلام ده بعدين. جلوتامين قال أنا ليا فايدة تانية، مش بس تكون أمونيا من خلالي، ده أنت هتكون جلوكوز من خلالي. يبقى المعلومة المهمة اللي عرفناها إن الكيدني بتساعد الليفر في الجلوكو نيو جينيسيس. هتقول لي طب الكلام ده بيحصل فين؟ كورتكس ولا مظلة؟ فاكر الرسمة السكشن اللي رسمناها في بداية الفيديو؟ الرينال كورتكس أو الكورتكس عنده انزيمز مهمة للجلوكونيوجينيسيس، أما المظلة ما عندوش. عشان كده في الجزء الداخلي من الكلية مفيش جلوكونيوجينيسيس. بعد ما خلصنا الفانكشنز كبداية، طب ما تيجي دلوقتي مع بعض نعمل شكل للفانكشنز اوف ذا كيدني، نقولها في جملة. اوات بيد، مش قصدي اوات بيد معناها سرير مبلول او بيبي صغير عمل على نفسه، لا، انا هنجمع كل وظائف الكيدني في هذه الكلمة. A acid base balance، W water removal لو المية زيادة، E erythropoietin كوناه erythropoiesis، T toxin removal كلى مصفى تتخلص من السموم، B blood pressure، E electrolyte balance. هنعرف في الفيديوهات القادمة ازاي الكيدني عندها القدرة على التعامل مع صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، كالسيوم، فوسفيت، ازاي تقدر تتعامل مع كل هذه الايونز بنسب، نسب reabsorption او التخلص هنعرف اسمها ايه بعد كده، والدي فيتامين دي. اوات بيد، اسيد بيس بالانس، ووتر ريجوليشن، اريثروبويسيس، توكسين ريموفال، بلاد بريشر ريجوليشن، الكترولايت بالانس، فيتامين دي اكتيفيشن. وفي النهايه، نهايه هذا الفيديو، تيجي نجمع كل اللي احنا قلناه. انا عايزك تستنتج الرينال فيلير، هتقول لي عكس الطبيعي. ريد سيل كاونت، تقول لي شيء طبيعي هتقل، انيميا. بلاد كالسيوم شرحناها، اوستيو ماليشيا، لان البونز هتبقى فراجايل هشه. ولو تفتكر معايا فيديوهات الاندوكراين قلت لك اوستيايتس فايبروزا سيستيكا. طب ليه دلوقتي لما الكالسيوم هيقل في الدم ده هيحفز البارا سايرويد هرمون انه يشتغل؟ بارا سايرويد بيطلع لما الكالسيوم يكون قليل علشان يزوده، فيطلع البارا سايرويد بشكل كبير. كلنا عارفين ان البارا سايرويد ما بيتفهمش، بيحب يكسر ما بيبنيش. طيب مين السيلز اللي بتكسر؟ اوستيو كلاست، وهو يشغل كلاست فيكسر العظم ويخرج كالسيوم. لكن اللي يبني اوستيوبلاست يوقفه، عشان كده يفضل يكسر يكسر عظم الفك، فيبقى اسمها اوستيايتس، يعني انفلاميشن، ايتس انفلاميشن في البون. فايبروزا، تحول البون ماتريكس الى فايبرس تيشو ومليان بالفجوات سيستيكا. لاحظ ان التسميه تسميه لاتينيه بحته، يعني التسميه الجديده سيست ده انجلش، لا سيستيكا. طيب اخبار البي اتش، اخبار البي اتش بمنتهى البساطه من غير ما نبص، انا ككدني ليا دور اتعامل مع الاسيد، اعمل له بفر. طب انا لو فشلت، الاسيد عمال يزيد في الدم، يبقى اسي دوزس. سؤال مهم، ليه سميته ميتابوليك؟ كنا متوقعين من كلامك يتسمى رينال. هقول لك معلومه بسيطه، اشهر اسيد في الدم هو الاسيدز الخاصه اسيتو اسيتك اسيد، و الاسيدز الخاصه بالفاتي اسيد ميتابوليزم. الاسيتو اسيتك اسيد ده ليه علاقه بالايرور في الجلوكوز ميتابوليزم. انا لو مش قادر اتعامل مع الجلوكوز والجلوكوز عالي في الدم، مش عارف ادخله نتيجه انسولين قليل،
هكسر الفات إلى فاتي أسيد، والفاتي أسيد في سلسلة تفاعل يعمل لي أسيتو أسيتك أسيد. ده في منتهى الأهمية الكلام ده، وده اللي بيحصل في مريض السكر. وبما إن السكر دايابيتس أشهر مرض ميتابوليك إيرور، فهنسمي الأسيدوزس ميتابوليك نسبة لمرض السكر. الفيديوهات القادمة هنعرف ليه مريض السكر زاد الجلوكوز في الدم عنده بشكل كبير وما قدرناش نتعامل معاها. ده مهم، مفروض ان الجلوكوز في اليومن ورجعه للدم ومنه للتيشو، طب زاد، طب ليه؟ هنعرف بعدين. البلاد بريشر، تتوقع الضغط اخباره ايه؟ الضغط هيزيد. طب ليه هيزيد؟ لان حصل اسكيميا والرنين تم افرازه بشكل كبير. خلي بالك الرنين بيطلع جامد في اسكيميا. انت لما تقول ان في رينال فيلير، هو ليه الكلى فشلت؟ لان مش وصل لها دم كفايه، فالرئه الكدني الكلى بتستغيث، تقول لك انا هطلع رينين، يحول انجوتنسينوجين انجوتنسين 1 وال1 الى 2، يبقى انا بعلي الضغط. وفي نفس الوقت مش هنطلع البروستاسايكلين، مش هطلع الماده اللي تقلل ضغطي. عشان كده الضغط يتميز انه سستيند، ثابت مستمر. دي حاجه علامه خطيره جدا لزياده ضغط الدم. طب اخبار الالكترولايتس ايه؟ هقول معلومه افكرك بيها في الاندوكراين. فاكر الالدوستيرون كان بيعمل صوديوم ري ابزوربشن، وفي المقابل يتخلص من البوتاسيوم، يعمل له سكريشن. خلي بالك الكيدني تختلف عن الجي اي تي. في الجي اي تي لما تقول سكريشن معناها حاجة بتتفرز في الدم، لكن في الكيدني لما تقول سكريشن معناها بتتخلص منها، بتنقلها من البلد الى اليومن. طب الكيدني فشلت، فالصوديوم هينزل في اليورين والعكس، بوتاسيوم هيزيد في الدم. عشان كده دايما مع مريض الفشل الكلوي معاها هايبر كاليميا. دايما دكتور الكلى الشاطر وهو شاكك ان في مشكله في الرينال يقولك انا عايز عين الدم، صوره الدم، وشوف لي البوتاسيوم في دمك كام. البوتاسيوم في الدم 3.5 الى 5 ملي اكويفالنت بير لتر، ده العادي. تخيل لقيته 7، لقيته 8، دي حاجة خطيرة جدا. ولما البوتاسيوم بيعلى كهايبر كاليميا بيأثر على الاي سي جي فبيعمل اريزميا. دكتور الشاطر يربط بقى، يربط الكيدني بالهارت، زي النهاردة قلنا دكتور الشاطر اللي ادى كابتوبريل او لورزاتان. طب انا اديتهم ليه؟ انا عايز الطالب مش يفهم فيسيولوجي وبس، ازاي اطبقه كلينيكال. خرجت بايه؟ كلام ده في غاية الأهمية. طيب آخر جزئية بالنسبة لنا، الأنيميا اللي حصلت مع الرينال فيلير هل ليها أنواع ولا لا؟ طبعا لو كنت سألتك السؤال ده وأنا بشرح فيديو البلد كنت قلت لي نوع واحد بس، نورموسيتك نورموكروميك أنيميا. تعال أفكرك بالفكرة. قلنا لو شكل الريد سيل طبيعي والحجم طبيعي يبقى نورمو نورمو نورمال، سيل سايز طبيعيه والهيموجلوبين اماونت طبيعي. طب امال ايه اللي اتغير؟ عدد الريد سيلز فقط بسبب الاريثروبيوتين ما بيتصنعش بشكل كافي من الكلى. ده نورموسيتك نورموكروم، الكلام ده العادي. النهارده هقول لك ان مع الرينال فيلير يصاحبها عنوانين كمان، ممكن يبقى معاها ميجالو بلاستيك انيميا. تقول لي ايه يا دكتور ميجالو بلاستيك؟ ده لو الفوليك اسيد او فيتامين بي 12 قل. فاكر الفوليك اسيد؟ فوليك اسيد اللي كان مسؤول اساسا انه يعمل ماتيوريشن للريد سيل، يعني الريد سيل تتقسم ويزود عددها، هو اللي بيشتغل على الدي ان ايه، بيصنع الدي ان ايه. طب انا دلوقتي
كفوليك اسيد شغال، فما قدرتش اشغل البي 12، فما عملتش انقسامات في بدايه تكوين الريد سيل. انا عارف ان في طالب دلوقتي بيسمعني يقول لي ريد سيل ما فيهاش نيوكليوس، دي ان يا دكتور ايه اللي بتتكلم عنه؟ انا بتكلم في بدايات في البرو اريثرو بلاست كان فيها نيوكليوس، فدي اللي هيشتغل عليها الفوليت تترا هيدروفوليت وينشط البي 12 والانقسامات تبدا من هذا المكان، فالسيل بتكبر وما بتنقسمش ميجالو بلاستيك. طب ايه اللي دخل الفوليك اسيد في الحوار؟ اثناء الداياليسيس او الغسيل بيهرب الفوليك اسيد في الداياليزابل فلويد، في السائل اللي انا بستخدمه في الغسيل بخسرك، وبالتالي ميجالو بلاستيك. طب نفترض انا مريض فشل كلوي وعندي نزيف مزمن، الكرونيك بليدنج ده بيخليك تفقد حديد دايما، والحديد قلنا لما تفقده حجم السل يقل، يبقى مايكرو سيتيك انيميا. عشان كده الطالب الشاطر لما اجي اساله بقى في رينال فيلير عندي كم نوع انيميا، يقول لي 3، ومع كل نوع يحط شرط نورموسيتيك نورموكروميك امبيرد برودكشن اوف اريثروبويتين ميجالو بلاستيك انيميا اسكيب اوف دياليزابل فلويد او مايكروسيتيك انيميا. في نهاية هذا الفيديو بفكرك بالنقاط الرئيسية اللي احنا قلناها، كلمنا عن الاناتومي بشكل بسيط هي فين، كلمنا عن كورتكس ومضلة سكشنز اللي جوه الكيدني، فوائد الكيدني اللي جمعناها في كلمة اوات بد خلي بالك، واتكلمنا طبعا عن الرينال فيلير واستنتاجاتنا اللي قد تحدث لو الكيدني فشلت في اداء مهمتها. في النهاية كان معاكم دكتور محمد فايز، بدأنا أول فيديو رينال انترودكشن، إن شاء الله الفيديو التاني هيكون functional characteristics of the kidney، كل جزء من أجزاء الكيدني أهميته الفسيولوجية هتكون إيه، ورينال circulation بالتفصيل إن شاء الله.